نجدين والعزوم، العزوم ونجدين، العزوم العزوم العزوم، أي عزم هذا؟ أي عزم هذا يا الخيلي؟ نجدين تحاول، نجدين تحاول، ولكن العزوم، العزوم بالعزم الكبير، بعزم الفيلسوف ينتزع السيف مع نجاح، ينجح هذه المرة مع العزوم في انتزاع السيف الفضي، وبتوقيت ممتاز 12 دقيقة 7 ثواني 94 جزء من الثانية. تهانينا للوالد أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، وهنا محمد بن أحمد بن مطر الخيلي يقبل هذا السيف الغالي. مبارك بن أحمد الخيلي، ألف مبروك فوز العزوم بسيف المهرجان. هذا الشوط كان صعب للغاية، الأمور كان فيها ضبابية، الشوط لم يحسم إلا في آخر الأمتار، وأثبت الليلة لقب أنك رجل الأمتار. الله يبارك فيك ويسلمك طول عمرك، الحمد لله على التوفيق، الحمد لله على التوفيق، وهذا كله توفيق الله. نجاحي حاملة اللقب في مهرجان المؤسس، تعود الليلة العزوم لتحافظ على هذا السيف. نعم الحمد لله، الله وفق اليوم العزو، وناقة الحمد لله ذاك اليوم كان في المركز المؤسس، كان ناقة مستوى قريب على السيف. نعم. أول مرة تأخذ العزوم سيف؟ نعم أول مرة تشارك في السيف. أول مرة تشارك في السيف. نعم. وجابته. نعم. وش رصيدها غير الشلفة والسيف اللي؟ ماشي، شاركت في الرمز العام وكانت تضالع هي، وشاركنا في الرمز جت خامسة ورابعة الرمز. نعم. وعقب فكيناها مرة بداية. نعم. نصف. للجمهور نجاح، طمنا عن النجاح، هل أنت يعني مريحة ولا ناقة فيها إصابة أو شيء منه؟ الحمد لله مريحة، الحمد لله والأمور طيبة إن شاء الله. هل بما أنك الآن حامل اللقب وواصل للقمة بسيف المؤسس وسيف الأمير الوالد، هل بنشوف نجاح والعزوم الثنتين مع بعض في سيف المهرجان الختامي سمو الأمير؟ والله يا إن شاء الله إحنا نقول نوعدهم إن شاء الله، إذا الله أعطانا وإياكم إن شاء الله الصحة والعافية والسبوق موجودة يبشرون بالخير. نعم. الشوط الليله كيف خططت له؟ كيف تكتكت له هذا الشوط اللي ما حسم له في الامتار؟ والله يا ابو سيم شوف الليله المنافسه الشرسه يختلف عن مهرجان المؤسس. شوف بريك ترى المطيه اللي تساعد الواحد، تخطيط هذا الانسان ما يقدر يخطط اي شيء، لكن المطيه يوم تكون ساعد تكون نوعيه زينه، فيكون طال عمرك مساير كله زين، لكن الله ما الله كتب لك بس. نعم. لكن الليله كيف تحكمت في الاعصاب؟ اليوم شوي مرشح. اليوم قلت لك انا من امس والناس كلها يعني لو تسلم المحللين البارحه والجمهور كل ما حد يعني مطيه مرشح يتكلم عليه ناقه، ليش؟ لان المستوى متقارب، شفت انت يعني البوش كله مع بعض. نعم. هل انت بما ان ما حد جزم، انت كنت مرتاح في شوط نجاح لانها ناقه مصنفه، هل شكل عليك ضغط الترشيحات وشكل عليك ضغط مسار الشوط؟ لا ما اشوف، حتى ترى يمكن انا يوم اكون مركز النجاح يمكن انه شوي يعني تحفز كناقه طيبه، وهذا ما تحفز لانها مسار ما تعرف انت، لكن المطيه ما يروح الشوط انا يعني كلنا متكلين على الله سبحانه وتعالى. الثالث في قطر شو تقول لجماهيرك؟ باقي عندك سيف واحد راح الحمل الاكبر. الله يشوف، اذا الله جعلنا وياكم الحلال طيب وبخير ان شاء الله بنشارك ان شاء الله، لكن عاد هذا باقي كله قسم نصيب يعني. فوز والناموس لمن تهدي؟ والله هدية لكم كلكم وشعب الامارات والخليج والمحبين والشيوخ الله يحفظهم. نعم، ومحبين شعار الخير وللوالد خاصة. الف مبروك فوز العزوم بالسيف، هذا الرمز الغالي. الله يبارك لك ويبارك، والحمد لله الحمد لله على التوفيق، وهذا كله بفضل الله وفضل المعازيب وفضل الشيوخ، والله يدوم الامن والامان، والحكام ما قصروا، مراكيض كل دوره وكل بلاد وكل شهر الحمد لله. فوز نجاح الخيلي يصر على ابقاء هذا السيف وهو حامل اللقب. والله بنحاول كل طريق، العزوم ناقه ذاك اليوم تيمها يهلها تاخذ سيف، وذخرنا هذا اليوم ذاك اليوم احنا الفوز وانه مسلمه تهديه. والله لهديه رئيس الدوله، سيدي رئيس الدوله وحكام الامارات وشيوخ الامارات والجمهور كله. بيض الله وجهك، شكرا لك.